كلنا نعرف أهمية الرياضة في صحتنا، وكلنا نبي الرشاقة والنحافة والعضلات، لكن بالطرق السليمة والصحية والقانونية. تكلمت قبل عن الاستيرويد، وصرت تعرف يا سعيد مخاطره. لكن هناك بعد ظاهرة مؤذية، وللأسف بعض المراهقين والشباب ينغشون فيها، وهي هرمون النمو البشري أو Human Growth Hormone. هذا الهرمون تنتج الغدة النخامية الأمامية في دماغ الإنسان، وأيضا يتم إنتاجه صناعيا على شكل عقاقير لعلاج اضطرابات النمو عند الأطفال. ولكن البعض يأخذونه على شكل حقل للحصول على جسم رياضي عضلات مدفعة. وأول شيء نقول يا سعيد، ما في أي دراسة علمية قدرت تثبت أن هرمون النمو عنده تأثير إيجابي على العضلات أو الأداء الرياضي. لا، بل إن 85% من يتعاطون هرمون النمو يصابون بواحد من أكثر الأعراض الجانبية الخطيرة. وشوف هالقائمة معايا سعيد: خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، العجز الجنسي والعقم، الاكتئاب، ضيق في التنفس، اضطرابات في الغدد والكلى. شيء وايد خطير. فإيش نفع الرياضة إذا صارت تضر وما تنفع؟ عساكم دوم صحة وسعادة.